الختام من صحيفة جلوبو البرازيلية التي عنونت إطلاق نار يجبر المنتخب البرازيلي على تغيير مقر إقامته، حيث اضطر المنتخب البرازيلي نقل مكان تدريباته من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعد عملية إطلاق نار قام بها مجهول في حرم الجامعة ونتج عنها مقتل شخصين، حيث قام القاتل بعد ذلك بالانتحار إثر العملية. ولهذا قرر المنتخب البرازيلي نقل تدريباته إلى مركز ستاب سنتر في لوس أنجلوس بعد أن قامت الشرطة بإغلاق المنطقة التي تقع فيها الجامعة لإجراء التحقيقات حول الحادث.